السلام عليكم، سنة تالتة. ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، يا رب ان شاء الله، وتكونوا معايا كده وتسمعوا المحاضرات اول باول وبتذاكروها اول باول، تكون كل حاجة مفهومة ان شاء الله، باذن الله يا رب. ومش شايفة اي حد بيسأل اسئلة او في حاجة مش فاهمها. مش عارفة يا رب ده معناه بقى ان انتوا فاهمين كله ولا ما انتوش بتذاكروا اصلا. اتمنى يا رب تكونوا بتذاكروا والدنيا كلها تمام معاكم. يعني النهارده باذن الله هنستكمل المحاضره بتاعت الاسبوع اللي فات الليستس. كنا خدنا منها جزء، والجزء اللي احنا خدناه بشكل كبير قريب من السترينج، وقلنا ان هو قريب من السترينج لان في الاساس السترينج هو عباره عن array of characters زي ما قلناها، او list of characters. ومرينا سريعا كده على list المره اللي فاتت، وقلنا ان هي list are ordered. معنى كده ان معنى ان list are ordered ان مش معنى ان في اتنين list بيحتوي على نفس العناصر يبقوا الاتنين بيساووا بعض، لا، لازم يكون ترتيب اول عنصر في الليست الاولانيه بيساوي ترتيب اول عنصر في الايه في الليست التانيه، يعني الترتيب محفوظ. تمام كده؟ طيب، وقلنا ان هي الليست بتحتوي على arbitrary objects، يعني يا اما بتحتوي على مجموعه من ال objects اللي من نوع واحد زي دي كده، او مجموعه مختلفه في الانواع، زي مثلا string على integer على decimal. مش مشكله، او مش شرط، او مش اجبار ان يكون كلهم نفس النوع. قلنا ان هو بتحتوي على عدد لا نهائي من الارقام، يعني بتسع عدد كبير جدا من الارقام مفيش اي مشاكل فيها. قلنا ان هي can be accessed by index، يعني بيمكن الوصول لعناصرها عن طريق ترتيب كل عنصر فيها، واخدنا الموضوع ده باستفاضة المرة اللي فاتت. قلنا انها قريب قوي للسترينج، وان احنا نفس فكرة السترينج اللي هو مش بس الترتيب اللي هو العادي اللي هو الزيرو والوان والتو وهكذا، لا، هي كمان بتسمح بالألاو النيجاتيف اندكس، اللي هو النيجاتيف اندكس اللي هو بداية من السالب لغاية اللينس بتاعها. والسالب ده معنى كده ان انا باخد اخر رقم او اخر عنصر في الليست. واخدنا امثلة عليها كتير خالص المرة اللي فاتت، ده كانت اخر حاجة تقريبا. خدناها المرة اللي فاتت، كانت سلايد رقم 11، وخدنا الامثلة بتاعتها. طيب، اخر حاجة كنا ابتديناها المحاضرة اللي فاتت، الموضوع اللي هو ان هي فكرة السلايسنج، ان هي اخد جزء من الليست، زي ما قلنا مثلا الجزء من 2 ل 5، يعني معنى كده ان انا هاخد العنصر بداية من 0 و1 من التاني لغاية الخمسة، بس الخمسة مش معانا، يعني 2 و3 و4 مثلا، وهكذا الواحد والاربعة، يبقى الواحد والاثنين والتلاتة، واحد والاثنين والتلاتة. من مفيش يعني كولون 4، يعني من الاول لغاية العنصر رقم 4، 0 و1 و2 و3، و كما الليست بتاعت من 0 ل 4، يعني من الاول خالص لغاية الاربعة، يبقى 0 و1 و2 و3. طيب، خدت بالكو ان برنت هنا واخدة حاجة كما حاجة، الحاجة دي الاوت بتاع دي عبارة عن ليست، والاوت بتاع دي عبارة عن ليست، الفرق بينهم كما. لو تشوفوا كده اهي الاوت بتاعهم ليست بدايتها اهي ونهايتها اهي، وليست تانية اهي بدايتها اهي ونهايتها اهي، مش حط العناصر كلهم في ليست واحدة، لا، اتنين ليست، لان هنا هو عايز يطبع حاجتين، يعني حاجة نتيجها ايا كان نتيجها ايه كما حاجة تانية، يعني حاجة كما حاجة، يعني حاجتين. فلما طبع اتنين ليست، ادي الليست الاولية وادي الليست التانية. نفس الحكاية هنا، من ينصر يطبع من اي اوف من 2 لما نهايه، يعني العنصر الثاني لغايه الاخر، من الثاني 2 3 4 5
ادي الليست الاولانيه، وبعدين كما بيقول لك من 2 لين اوف ايه، هي لين اوف ايه كام؟ 1 2 3 4 5 6، يعني كانه بيقول لك من 2 ل 6، يعني معنى كده ان هو هيطبع العنصر رقم 2 و3 و4 و5 اهي 2 و3 و4 و5، ودي كلها في ليست ودي كلها في ليست ثانيه. طيب هنا بقى لما قال لك ايه من اول لغايه 4 ومن 4 لغايه الاخر بينهم علامه زائد، معنى كده ان هو دي كلها على بعضها كده هتبقى ليست واحده، الاوتبوت بتاعنا او الناتج بتاعنا هيبقى ليست واحده، لان الكونكاتينيشن هيطبعهم الاثنين مع بعض، وفعلا النتيجه اهي ليست واحده كلها اهي، بدايه الليست اهي ونهايه الليست اهي، وطبعا من الاول لاربعه ومن اربعه للاخر معنى كده ان هي ايه الاوتبوت هيبقى الليست كلها على بعضها، الليست كلها على بعضها من اول فوق لغايه كورج اهي، من اول فوق لغايه كورج. ده كان كله المحاضره اللي فاتت. نبتدي بقى المحاضره بتاعه النهارده. لو قال لك زي السترينج برضو، الناس اللي فاكره السترينج هتلاقيها فاكره الامثله دي من غير اي جهد. قال لك الليست دي لما يجي لك السلايسنج في ثلاث ابعاد زي هنا، احنا لو كان بعدين اتنين كنا قلنا ده البدايه وده النهايه، امال التالت معناه ايه؟ معناه الستيب. يعني ايه؟ يعني هو عايز من 0 ل 6 ستيب 2، يعني كل مره هزود 2، يعني معنى كده ان هو عايز العنصر رقم 0 بدايه من 0 ونهايه عند 6، نهايه عند 6 يعني هقف عند الكام؟ عند الخمسه، يعني 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 5. طيب كل مره ازود 2، يعني عايز العنصر رقم 0 واسيب 1 واخد العنصر رقم 2 واسيب 1 واسيب واخد العنصر رقم 4، يبقى فو وباز وكويكس اهي، فو وباز وكويكس، لان كل مره بزود 2، 0 وازود 2 تبقى باز، ازود 2 تبقى كويكس. طيب من 1 ل 6 و2، يعني هبتدي من الواحد لغاية الستة واتنين، يعني هاخد بار وكويكس وكورج اهي، بار وباز وكويكس، بار وباز وكويكس، لا دي باز دي غلط يا جماعة، انا ايه معلش انا هصلحها لكم مرة جاية ان شاء الله، معلش. من واحد لستة واتنين دي هتلاقوها ان شاء الله متصلحة فين في السلايد، هي هتبقى بار وكويكس وكورج، الحته دي غلط هصلحها لكم ان شاء الله ايه في البي دي اف باذن الله. من 6 ل 0 ماينس 2، يعني ايه الكلام ده بقى؟ يعني انا هبتدي من الاخر لغايه الاول من 6 ل 0 وبعدين وكل مره انقص 2، يعني ايه الكلام ده؟ يعني ابتدي اهي اخر واحده وبعدين انقص 2 اسيب دي واخد دي وبعدين اسيب دي واخد دي، تمام اوكي. اللي بعدها كولون دي معناها كله اهي، كله كولون بس معناها كله اوكي. في بقى حاجه اسمها ان ونوت اوبريتور، يعني ايه ان ونوت؟ لما اقول لك اف العنصر ده ان ايه، يعني ايه ان ايه؟ يعني لو العنصر ده موجود في الليست اللي اسمها ايه اتبع ترو، هو العنصر ده موجود في الليست اللي اسمها ايه؟ او موجود خلاص هيتبع ترو اهو. طيب اف العنصر ده نوت ان ايه، يعني ايه؟ لو العنصر ده مش موجود في الليست اللي اسمها ايه اتبع ترو، هو العنصر ده موجود؟ لا مش موجود، يبقى معنى كده ايه؟ ان دي ترو ولا فولس؟ هو بيقول لك لو مش موجود اتبع ايه، طب ما هو فعلا مش موجود يبقى اتبع ترو اهو، ترو نوت ان يعني مش موجود، انما ان معناها موجود تمام. لو مثلا هقول لو علي في تالتة علوم حاسب قولوا اوكي، هو علي في تالتة علوم حاسب اه. طيب لو زيدان
مش موجود في تالتة علوم حاسب قولوا اوكي. هو زيدان مش موجود، زيدان مفيش حد عندنا اسمه زيدان في تالتة علوم حاسب، خلاص قولوا اوكي. فهمتوا؟ ان يعني موجود ضمن عناصر الليستة، نوت ان يعني مش موجود ضمن عناصر الليستة. اوكي علامة الكونكاتينيشن وعلامة الريبليكيشن. الريبليكيشن يعني التكرار، احنا خدناها برضو في السترينج. يعني لما اقول لك برنت الاي زائد الليستة دي معناها ايه؟ يعني الاوتبوت هيبقى ايه؟ الاوتبوت هيبقى لسته مكونه من الاي دي، كل العناصر دي زائد العنصر ده والعنصر ده. يعني هيطبع الليسته دي والليسته دي الاثنين هيكونوا لسته واحده. ليه؟ لان في علامه كونكاتينيشن اهو. الاوتبوت اهو العنصر ايه الاول، ايه هيطبعها الاول اللي هي فو بار وباز وكويكس وكيوكس وكورج، وهيجمع عليهم الليسته دي اللي فيها عنصرين اهو، وتبقى كل الناتج اوتبوت واحد. هيحطهم الاثنين في ليست واحده، هو ده ناتج عمليه الكونكاتينيشن. طيب لما يقول لي ايه في اتنين، يعني ريبليكيشن يعني كررها مرتين، يبقى هيطبع الايه الكام عنصر بتاعها ده، الواحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة، الست عناصر بتوعت الايه، وبعدين قام في نفس الليستة ويطبعهم تاني. يعني معنى كده ان هو هيبقى الاوتبوت هيبقى عبارة عن لستة مكونة من 12 عنصر اهو. اهو شايفين خد الفو وكذا 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 لغاية الكورج اللي هو اخر عنصر في الليستة، وبعدين رجع كررها تاني في نفس الليستة، وبالتالي الاوتبوت عبارة عن نفس الليستة متكررة مرتين. يبقى علامة الزائد تعني الكونكاتينيشن، يعني ان انا احط اتنين جنب بعض اجمع حاجتين مع بعض يطلعوا لي نفس في الاخر حاجة تالتة، حاجة اللي حصلت الجمع ما بين ده وده، او حصيله الدمج بقى لو انا هتكلم على سترينج مش على عمليات حسابيه، فاسمها دمج. كونكاتينيشن يعني دمج، بدمجهم الاثنين مع بعض يعملوا حاجه ثالثه. علامه الفي دي معناها الريبليكيشن يعني التكرار، هكرر كم مره؟ ريبليكيشن اثنين يبقى هكرر مرتين، ريبليكيشن ثلاثه يبقى هكرر ثلاثه. واخدنا حاجه شبيهه بكده في السترينج، خدنا حاجه شبيهه بكده في السترينج في المحاضرات اللي فاتت. طيب list element can be accessed برضو نفس الحكاية accessed by index. قالك احنا خدناها برضو في المحاضرة بتاعت السترينج، ان السترينج ليه function اسمها len. اللين دي بتطلع لي اللينس بتاع السترينج، اللينس بتاع السترينج. نفس الحكاية هنا، هو اللينس بتاع الاي دي كام، كام عنصر بيشيل، كام عنصر؟ واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة اهو، اللينس هو ستة. طيب المين والماكس، يعني ايه بقى المين والماكس؟ المفروض اللي احنا عارفينه لو انا بقول المين بتاع الاثنين والتلاتة والاربعة كام، هتقولوا لي المين بتاعهم اتنين. طب لو هقول لك الماكس بتاع اتنين وتلاتة واربعة كام، هتقولي لي الاربعة. اللين بتجيب اصغر حاجة والماكس بتجيب اكبر حاجة، انما هنا ايه اللين بتاعها وايه الماكس بتاعها؟ هتقولي بقى ده كده غلط بقى، لازم الليسته فيها ارقام عشان اعرف اجيب المين والماكس. قال لك لا، المين والماكس لعناصر زي دي كده سترينج بيبقى اللين بناء على ابجديا مين هنا اصغر عنصر. اصغر عنصر يعني اللي هو الاي يعتبر اصغر من الزد، يعني اللي زي مثلا في العربي كده اللي اسمه احمد بيبقى موجود في الفصل الاولاني، اللي اسمه ياسر بيبقى موجود في اخر فصل، تمام؟ تصاعدي كده، الالف وبعدين الب وبعدين الت وبعدين الس وهكذا. نفس الحكايه الاي البي السي وهكذا. الاي ده اصغر حاجه، اللي ابتديتي بالاي اصغر حاجه، اللي بيبتدي بالبي يبقى اللي بعده، السي الدي الاي لغايه الزد. الزد ده هو اكبر حاجه، فهنا مين اصغر حاجه هنا، الاف ولا البي ولا البي؟ طب ما انا عندي 2 بي، عندي 2 بي، اول بي تقابلني هي دي اصغر حاجه اللي هي البار، دي اصغر حاجه. طب مين اكبر حاجه، الاف
ولا البي ولا الكيو ولا السي؟ لا المفروض الكيو. طب انا عندي 2 كيو، اول كيو تقابلني اهي الكويكس، تمام كده. يبقى المين والماكس في لسته مكونه من سترينج زي دي يعتبر بتجيبها ابجدي من الصغير للكبير، اللي هم اول حاجه في الترتيب الاي والبي والسي، دول اصغر حاجه، وبعد كده الدي، بعد كده الاي الاف الفي لغايه الزد، دي اكبر حاجه، تمام كده. اوكي نيجي على الخاصيه الرابعه من الليست، وقال لك ان الليستس كان بي نستد، يعني ايه كان ممكن تكون متداخله او متشعبه. متشعبه يعني ايه الكلام ده؟ يو هاف سين ذات، انت بيقول لك انت ممكن تشوف ان ان اليمنت ان ا ليست كان بي اني سورت اوف اوبجكت. احنا شفنا ان الليست في العناصر في الليست ممكن تكون اي ترتيب لاي اوبجكت، مش لازم يبقوا نفس النوع، مش لازم يبقوا نفس الشكل، لا اي حاجه. ذات انكلودز انذر ليتس، طالما ان هي ممكن تحتوي على string، وممكن تحتوي على integer، وممكن تحتوي على decimal، وممكن تحتوي على character، كلهم في لستة واحدة، وبالتالي فهي ممكن من ضمن عناصرها انها تحتوي على another list. يعني ايه another list؟ هنشوف كمان شوية. يبقى list can contain sub list، الليست الكبيرة ممكن يكون جواها sub list، لست صغيرة، which in turn can contain sub lists themselves and so on to arbitrary depths. يعني ايه؟ يعني السب ليست الصغيره دي ممكن تحتوي جواها على ليست ثانيه وهكذا and so on. طيب consider this example xd، شايفين xd ليست ده الباوندري بتاعها، دي الحدود بتاعها من هنا لغايه هنا، دول الحدود بتاعها. طب ايه عناصرها؟ العناصر الليست بتاعت الايه؟ اول عنصر هو مين؟ تاني اول عنصر مين؟ اول عنصر اللي هو الايه ده واحد. طب تاني عنصر فين؟ شايفين بقى تاني عنصر اهو ده زيرو، العنصر التاني اللي هو رقم واحد اهو، كل ده العنصر التاني، شايفين اهو، شايفين الليستة دي هنا لهنا اهو، الكومة الاولانية اللي رقم اسود والكومة التانية دي، كل ده عنصر واحد. امال ايه اللي جوه ده؟ انا معرفش. ادي لست اهي، بعد العنصر الاولاني اتشدت كومه وفتحت قوس، القوس ده اتقفل فين 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 اهو، يبقى ده كله العنصر الثاني في الاكس. طيب العنصر التالت مين؟ اهو الجي. العنصر الرابع اهو القوس اللي بعد الكومه اهو، ده كله العنصر الرابع. طب اخر عنصر الجي، تمام كده. طيب هو العنصر ده اللي هو التاني واحد اللي هو رقم واحد ده بيحتوي على ايه؟ بيحتوي على سب ليست اهي، شايفين؟ هو سب ليست دي اول عنصر فيها فين؟ اهو البي بي. طب والتاني عنصر؟ اهو ده، كل ده تاني عنصر في الليسته دي كلها. طب تالت عنصر الاي الاي اي. طب رابع عنصر الاف اف. طيب السب ليست دي اول عنصر فيها ايه؟ اهو، وتاني عنصر اهو. طيب والري اول عنصر اهو. طيب ده اول عنصر، معلش نسينا نعملها ده وبعدين ده. طيب نفس الليسته تاني، ناخدها بشكل تاني، ده العنصر الاولاني ده العنصر التاني، اتفك بصب بليسته تانية، ادي كل دي الليسته الاولانيه فيها العنصر رقم 0 1 2 3 4. العنصر رقم 0 قيمته بايه؟ طب العنصر رقم 1 قيمته بايه؟ قيمته بليست تانية خالص. طيب والعنصر الثاني جي، العنصر الثالث قيمته بليست، العنصر الرابع بالاي. طيب نيجي على العنصر ده اللي احنا فكيناه بليست، الليست بتاعتها عباره عن ايه؟ عن عنصر الاولاني بي بي، وبعدين العنصر التاني، فين العنصر التاني؟ قيمته ايه؟ قيمته ليست تانية خالص. وبعدين العنصر التالت، العنصر الرابع. طب هو العنصر التاني ده الليست بتاعته فيها عنصر اول وعنصر تاني، والليست وده عبارة عن ليست عنصر اول عنصر تاني، ده اسمها نستد
اف، نستد ليست، يعني العنصر نفسه عبارة عن ليست والعنصر اللي جوه الليست عبارة عن ليست. تمام. طيب نقدر نتعامل مع دي ازاي؟ اهي نفس الليست اهي. لما يقول لك برنت اكس اوف 0، هو اكس اوف 0 هنا ايه؟ الايه؟ طب واكس اوف 2؟ ادي الزيرو وده كله واحد وده كله 2. طب وليست اوف 4؟ زيرو ودي كلها واحد ودي 2 ودي 3 ودي 4، يبقى المفروض هيطبع الاي والجي والجي اهي، الاي والجي والجي. طب اكس اوف واحد، مين العنصر رقم واحد في الليست بتاعت الاكس؟ مين عنصر رقم واحد في الليست اللي اسمها اكس؟ اهو ده رقم زيرو. طب رقم واحد مين؟ كل ده واحد، من القوس ده للقوس ده، من القوس اللي بدايته بي بي للي نهايته اف اف، اهو من اللي بدايته اف اف بي بي ونهايته اف اف، كل ده العنصر رقم واحد في الليست اللي اسمها اكس. طب فين العنصر رقم 3؟ ما هو ده 0 وده 1 وده 2 وده 3 اللي هو الليستة اللي فيها اتش اتش واي اي اهو، ده العنصر رقم 3 في الاكس. طيب طيب قال لك بقى ايه؟ To access the items in a sub list simply append an additional index. يعني ايه؟ يعني انت دلوقتي تعرف تدخل لكل عنصر جوه الاكس. العنصر الاولاني هو الاي، العنصر الثاني هو كل الليست دي، العنصر الثاني او الثالث ده، الرابع ده، الخامس ده. طب بيقول لك لو انت بقى عايز تدخل العناصر اللي جوه السب ليست، مش دي الليست الاولانيه، السب ليست بقى الليست الثانيه اللي بعدها على طول فين؟ اللي هي دي، كل دي اللي هي من اول بي بي لغايه اف، لو انا عايز ادخل عناصرها قال لك استخدم اندكس تاني. يعني ايه اندكس تاني؟ نشوف كده. اكس اوف واحد، مين اكس اوف واحد؟ دي اكس اوف زيرو، اكس اوف واحد اللي احنا قلنا دي كلها من بي بي لاف اف اهي، الاوتبوت بتاعها من بي بي لاف اف. طب امال اكس اوف واحد زيرو يعني ايه؟ هو اكس اوف واحد مين؟ اهي. طب اكس اوف واحد زيرو يعني العنصر رقم زيرو في العنصر اللي هو رقم واحد في الاكس. هو مين العنصر رقم واحد اهو؟ طب مين العنصر الرقم زيرو في العنصر رقم واحد؟ واحد زيرو، واحد زيرو، واحد يعني اللي ترتيبه رقم واحد في الليست بتاعت اكس، واللي ترتيبه زيرو في الليست رقم واحد اللي هو ده البي بي، لان كل ده واحد، كل ده واحد، ده بقى زيرو اوف واحد اهي بي بي. طب واحد واحد، واحد واحد اهو ده واحد واحد، ما هو ده اللي ترتيبه رقم واحد اهو سي سي دي دي. طب واحد اتنين، زيرو واحد اتنين اهو الاي. طب زي واحد تلاتة الاف اف اهو. طب تلاتة زيرو، هو مين اللي رقمه تلاتة؟ طيب تلاتة اوف زيرو بقى، هو العنصر التالت في الاكس مين؟ ده زيرو، ده كله واحد، ده اتنين، ده التالت، ده العنصر التالت، ده العنصر التالت. طب رقم زيرو فيه فين؟ اللي هو الاتش اتش اهو، شايفين كده؟ فهمتوها؟ اتمنى تكونوا فهمتوها ان انتوا ازاي توصلوا لعنصر جوه السب ليست، جوه السب ليست. طب لين اوف اكس بكام؟ عدد عناصر او اللينس بتاع اكس كام؟ زيرو، ده العنصر الاولاني، ده العنصر التاني، ده العنصر التالت، ده العنصر الرابع، ده العنصر الخامس، خمس عناصر. تمام. لما اجي سؤال مثلا اقول لك ايه هي السب ليستس اللي هنا في الاكس دي؟ شوف عندي كام سب ليست، دي كلها على بعضها كده سب ليست، هي من البي بي للاف اف، ودي لوحدها كده سب ليست، ودي لوحدها سب ليست. سب ليست يعني ليست جوه الليست. تمام. طيب
نكون خلصنا الايه الليستس، نكون خلصنا الليستس. في بعض الاجزاء كده في الليست برضو مش عارفه لسه حدها لكم ولا هكنسلها، تمام؟ ان شاء الله لو هديها لكم هتبقى هيبقى المحاضره الثانيه اللي جايه ان شاء الله تكمله الليست، لو مش هديها لكم هندخل في موضوع جديد. لو لغيتها هنزل خلاص البي دي اف على الجروب ان شاء الله، لو هزود في الليست حاجه يبقى هستنى لغايه لما ازودها وبعدين انزل لكم البي دي اف بتاع الليست كامل. اتمنى يا جماعه تكونوا فهمتوا الليست، وانا بحاول اقلل خالص زي ما اتفقنا في المحاضرات علشان تكونوا فاهمين الدنيا عامله ازاي. هبقى سعيده جدا لما الاقي اسئله، معنى كده ان انتوا بتذاكروا ومتابعين، ويعني نحاول نساعد بعض عشان الدنيا ما تقعش مننا، ويا رب ان شاء الله اشوفكم على خير باذن الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.